السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، سوف نتحدث اليوم عن درس الحرية قراءة للصف الأول الإعدادي. الأفكار التي سوف نتطرق إليها: قطة توقظ الكاتب وتشغل تفكيره. الكاتب يدرك غرض القطة. القطة تفهم معنى الحرية. طلب الحرية حق للجميع. الكاتب اسمه مصطفى لطفي المنفلوطي، وهو أديب مصري ولد في منفلوط بمحافظة أسيوط، ومن أهم مؤلفاته النظرات والعبرات. يتطرق الكاتب إلى قصة الحرية، وتدور أحداث الدرس عن أهمية الحرية وعن معنى الحرية وكيف يكافح من أجل الوصول إليها جميع الكائنات الحية. نعم، ليس الإنسان فقط هو من يسعى إلى الحرية، بل إن جميع الكائنات تسعى إليها. وإليكم الدرس. استيقظت فجر يوم من الأيام على صوت هرة تموء بجانب فراشي وتتمسح بي وتلح في ذلك إلحاحا غريبا. فراعني أمرها وأهمني همها، وقلت لعلها جائعة، فنهضت وأحضرت لها طعاما فعافته وانصرفت عنه، فقلت لعلها ظمأ، فأرشدتها إلى الماء فلم تحفل به، وأنشأت تنظر إلي نظرات تنطق بما تشتمل عليها نفسها من الآلام والأحزان. فأثر منظرها في نفسي تأثيرا شديدا، حتى تمنيت أن لو كنت سليمان فأفهم لغة الحيوان، لأعرف حاجتها وأفرج كربتها. الكاتب بيحكي قصة إنه في يوم من الأيام صحي في الفجر، سمع صوت هرة تموء. المواء يا ولاد هو صوت القطة، يعني تصدر صوتا وتتمسح بالكاتب وتصر على أمر ما يشغلها. ظن الكاتب أنها ربما ظمأة، ربما جائعة، فأحضر لها الطعام والشراب فلم تحفل به، لم تهتم به. وعندما نظر إليها وجد منظرها ينم عن الألم والأسى، الألم والأسى عفوا، والحزن. فتأثر من ذلك تأثيرا بالغا، واتمنى أن يكون زي سيدنا سليمان فيفهم لغة الحيوان حتى يزيل الحزن عن هذه القطة. نستكمل القراءة. وكان باب الغرفة مغلقا، فرأيت أنها تطيل النظر إليه وتلتصق بي كلما رأتني أتجه نحوه، فأدركت غرضها وعرفت أنها تريد أن أفتح لها الباب، فأسرعت بفتحه. فما إن وقع نظرها على الفضاء ورأت وجه السماء، حتى استحالت حالتها من حزن وهم إلى غبطة وسرور، وانطلقت تعدو في سبيلها. الكاتب هنا لاحظ أن القطة تطيل النظر إلى الباب وتلتصق به، تقترب منه كلما اقترب هو من الباب أو اتجه نحوه. فأدرك وقتها أن هذه القطة تريد أن تخرج من الغرفة، فهي تبحث عن الإيه؟ عن الحرية. بمجرد ما الكاتب فتح الباب استحالت حالتها، أي تحولت حالتها من حالة الحزن والهم والضيق إلى غبطة وسرور، وأخذت تعدو في سبيلها، أي تجري في طريقها. عدت إلى فراشي وأسلمت رأسي إلى يدي، وأنشأت أفكر في أمر هذه الهرة وأعجب لشأنها، وأقول ليت شعري، هل تفهم هذه الهرة معنى الحرية؟
فهي تحزن لفقدانها وتفرح بلقياها. أجل، إنها تفهم معنى الحرية حق الفهم، وما كان حزنها ورجاؤها وتمسحها وإلحاحها إلا سعيا وراء بلوغها الحرية. الكاتب هنا أخذ يفكر في حال هذه القطة وتوصل إلى الآتي: أن القطة تفهم معنى الحرية، فجميع الكائنات تشعر بفقدان الحرية وتفرح بلقياها، أي تسعد بحصولها على الحرية، فإن هذه القطة كافحت من أجل الحصول على حريتها، فهي تفهم معنى الحرية حق الفهم، وهي كانت حزينة حتى تصل إلى بلوغها، أو سعيا وراء بلوغها الإيه؟ الحرية. هيبتدي الكاتب بقى يشبه الحرية ببعض التشبيهات، ركزوا معايا. فالحرية شمس يجب أن تشرق في كل نفس، فمن عاش محروما منها عاش في ظلمة حالك. الحرية هي الحياة، ولولاها لكانت حياة الإنسان أشبه شيء بحياة اللعبة المتحركة في أيدي الأطفال. الكاتب هنا شبه الحرية بالشمس التي يجب أن تشرق وتظهر في كل نفس، ثم شبه من حرم من الحرية بمن يعيش في ظلمة حالك، أي شديدة السواد، وأن أيضا هذا الإنسان المحروم من الحرية يعيش وكأنه لعبة في أيدي الأطفال يعبثون بها كما يشاءون. فإن الإنسان الذي يمد يديه لطلب الحرية ليس بمتسول ولا مستجد، وإنما هو يطلب حقا من حقوقه التي سلبته المطامع البشرية، فإن ظفر بها فلا منة لمخلوق عليه ولا يد لأحد عنده. طيب، إيه معنى الكلام ده؟ الكاتب هنا بيقول إن طلب الحرية حق للجميع، حق مكفول للإنسان وللحيوان، والإنسان عندما يبحث عن حريته فهو ليس متسول ولا مستجد، هو ليس شحاذ أو ليس شحاذ أو يطلب العطاء من أحد، ليس شحاذا ولا يطلب العطاء من أحد، إنما يطلب حقا من حقوقه سلبته المطامع البشرية. يبقى أحيانا المطامع البشرية زي الاستعمار والسيطرة وفرض الرأي وكبت الحريات دي بتكون ضد معنى الحرية، فالكاتب هنا بيقول تلك المطامع هي التي سلبت بعض الناس حريتهم، وعندما يحصل الإنسان على حريته فلا منة لمخلوق عليه ولا يد لأحد عنده. ليه؟ يعني محدش بيتفضل عليك بأنه ادالك حريتك، محدش له فضل عليك بعد ربنا سبحانه وتعالى، إن فزت بها إن ظفرت بها فهي حقك كاملا مكملا، ليس لأحد فضل عليك في هذا سوى الله عز وجل الذي خلقنا أحرارا. هنا أهم المعاني بقى اللي في الدرس: اتجه، انطلق، استحالت أي تحولت، تلح تكرر طلبها، ظفر بها حصل عليها، منة فضل، ويد برضو مقصود بها فضل، سلبته أي نزعته قهرا، المطامع مفردها مطمع وهي المظالم، عافته تركته أو كرهتهم، أدركت أي فهمت، أسلمت أي أرحت، فعافته أيضا أي تركته. هنا ممكن نسأل بعض الأسئلة: ما سبب مواء القطة أو الهرة؟ كيف تصرفت الهرة عندما فتح الكاتب لها الباب؟ ما الفكرة الجزئية أو ما الفكرة الجزئية التي يشتمل عليها هذا النص؟ نص القراءة ده. في هنا بعض التدريبات ياريت نناقشها مع بعض: معاني الجمل زي أهمني همها أو راعني أمرها، الحرية هي الحياة، الحرية حق من حقوق الإنسان. ياريت نجاوب على هذه الأسئلة، ولو في حاجة وقفت معانا نكتبها في التعليقات أسفل الفيديو.
هنا بيقول لي ما دلالة كل من؟ الحرية شمس يجب أن تشرق في كل نفس، ومن عاش محروما من الحرية عاش في ظلمة حالكة. بعد كده مجموعة من الأسئلة المتنوعة. صف شعور الكاتب بعد عدوى الهرة خارج الغرفة. 2 لماذا؟ 2 ما الذي يسلب الحرية من الإنسان؟ لماذا انصرفت الهرة عن الكاتب؟ ما المعنى الذي عرضه الكاتب للحرية؟ كيف أدرك الكاتب غرض الهرة؟ أعزائي الطلبة والطالبات، شكراً لحسن متابعتكم، وأتمنى أكون أفدتكم بالدرس ده، وأتمنى نكون كلنا أدركنا معنى الحرية وأهميتها لجميع الكائنات الحية، وأن نراقب تصرفاتنا مع الحيوانات بعد هذا الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله.